لكن الدفاع يتدخل. ساداتي اوكوريجو من ابعدها حذاري من المرتدات التقولية، حذاري من المرتدات التقولية. يلا الرجوع بسرعة، يلا الرجوع بسرعة. يا منديل يا منديل يا منديل، مرت عليك يا منديل. هدف الأول مع الأسف، هدف أول مع الأسف عن طريق لاعب توصيفي في أول مرتد هجومي للمنتخب التوغولي. كيف مرت عليك يا حمزة يا منديل؟ هنا من أول هجمة، من أول فرصة، منتخب التوغو بالفعل ينجح في تسجيل الهدف عن طريق ماتيو دوسيفي. هذا متوسط ميدان دي ستاندارد ليج. شوف طريقة إخراج الكرة من المناطق الخلفية، هنا العودة كانت متأخرة. فيصل فجر وكذلك غانم سيس، مرت عليك يا حمزة يا منديل، مرت عليك يا منديل. هذه كرتك يا منديل، هذه كرتك يا منديل. حاول كريم الأحمدي لكن في نهاية المطاف لمسة واحدة. هنا دوسيفي بحث عن الركن الثاني، بحث عن الزاوية الثانية، وبالتالي 1-0 للمنتخب التوغولي. بداية صعبة، بداية لم نكن نتقبلها بالمرة. نعم من جانب التوغوليين، رمى في جسمه وتعب كثيرا المهدي بن عطية، وتجاوز المهدي بن عطية، لكن أيضا التحرك كان سليم من طرف لاعب مروان داكوستا. تنفذ الركنية، هذه عرضية، أنتم الأولى للكرات، أنتم الأولى للكرات. هذا كريم الأحمدي يخرج بسرعة مباشرة للجهة اليمنى ناحية لاعب فيصل فجر، يطلب مبارك بوصفا. مرت عليك يا مبارك، مرت عليك يا مبارك يا بوصفا. أعتقد مبارك بوصفا كامل اللاعبين المتحركين كثيرا في المباراة الأولى، لكن مشكلته دائما في تقديراته على مستوى تنفيذ الكرات الثابتة. نتمنى إن شاء الله أن تكون الكرات الثابتة أكثر فعالية في مباراة اليوم. عمر القادوري يتحرك هذه المرة على الجهة اليمنى، يقوم بالمراوغة، يترك لمبارك، انطلاقة من حمزة منديل على الجهة اليسرى. حمزة منديل يهيئ للعرضية، العرضية سيئة ولكن حصل حاد الرماو هنا لم يحسن إبعاد الكرة، وبالتالي ركنية ثانية لفائدة المنتخب المغربي. مشى فيصل فجر، واضح بأن التعليمات الآن تغيرت بالنسبة لإيرفي رونار. الكرة الثابتة سينفذها فيصل فجر وليس مبارك بوصفا، وأعتقد بأن هذا القرار السليم يا إيرفي يا رونار. إذن هنا فيصل فجر يسعى لتنفيذ الكورنر، فيصل فجر يرفع في القائمة الثانية. جول جول، التعادل يأتي عزيز معدوز، انتقدوك يا عزيز في المباراة الأولى، الإجابة تأتي من ركنية الراسية. نعم حاضرة في المكان المناسب. يلا يا شباب هذه البداية، ومازال مازال الرد يأتي سريعا. شوف الكورنر في بشكل ممتاز من فيصل فجر، هات 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 من الشباك يا كوسيا كاسا. 1-1 الأسود يعودون، 1-1 عزيز حط في الشباك. إذا انطلاقة أخرى للمباراة. توقيت الأهداف نعم مهم جدا بالنسبة للمنتخب المغربي. يعني تحدث عن حمزة منديل، ولكن أيضا لاعب مالاغا يوسف النصيري الذي تابعنا له بعض الدقائق في المباراة الأولى، بينما كرة جانبية. يلا يا فيصل، يلا يا فيصل، هذه الكرات اللي تشكل الخطورة، والخطورة اللي غابت في الكرات الثابتة في المباراة الأولى. فيصل فجر الحكام يعطي الإشارة للتنفيذ. هي 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 جول، هي جول، هي هي جول. رمان سايس جاب، سايس جاب، جاب سايس جاب وحطها في الشبكة. هدفان مقابل هدف. الأسود تظهر في هذه الأثناء، الأسود تظهر في هذه الأثناء. إيليا 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 فوق الجميع، ارتقاء ممتاز. ومعليش يا كوسيا كاسا، خذ عندك في الشباك. هنا من وسط المدافعين يتمكن غانم سيس. كل التضامن، تعزية بالمناسبة لغانم سيس هنا بالقلب، بالروح، بالإصرار، بالعزيمة. هكذا تكون الروح الوطنية يا غانم يا سيس. رغم المعاناة لا ننسى مشاهدة كرام بأن الرومان سيس فقد جده قبل 3 أيام. هذه اللحظات اللي كنت أخاف منها صراحة، هذه اللحظات اللي كنت أخاف منها صراحة. استخلاص ممتاز للكرة. يلا أخويا، يلا أخويا، سير 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 يا سيري، سير يا سيري. جول جول للمنتخب المغربي. الله عليك يا يوسف ينصيري، ريحت ينصيري، ريحت ينصيري، ارتاح
حبالنا ينصري هكذا عيناك ينصري قذيفة مغربية صاروخ 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 شوف 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 جمالية اللقطة صاروخ أرض أرض صاروخ أرض أرض انسدر بيسرى بوم في الشباك بوم في الشباك ينفجر يوسف انصري يعلن عن الفرحة المغربية في المدرجات الكابونية هذه لمتعة العين هذه جمالية اللقطة يوسف انصري البطاقة الرابحة يا إرفي.